له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قد استوى على عرشه هو الملك يأمر وينهى الخلق خلقه والأمر أمره وهو فعال لما يريد يعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويضحك ويبكي ويغني ويقني ويبتلي ويعافي إليه الأمر لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله رحمة للعالمين داعيا إلى الله بإذنه وأرسله سراجا منيرا. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ومن سلك طريقته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد، فإن الأخلاق الكريمة لها منزلة عظيمة في الإسلام. ولقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر، أي المصلي صلاة طول الليل لا يمل ولا يتعب والمواصل للصيام لا يفطر. حسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة هذا الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. ثم إن أهل الخلق الكريم أقرب الناس منزلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا، ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالأخلاق الكريمة هي شأن رسل الله الكرام. وإذا قرأت كتاب الله بتدبر وتأمل وجدت أن رسل الله جميعهم كلهم كرام، كلهم من ذوي الأخلاق الكريمة، ما ترى أحدا منهم شذت منه كلمة ولا خرجت عن الخلق الكريم منه كلمة. وهذا من الدليل على نبوتهم وعلى إعجاز هذا القرآن الكريم، فصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من الأخلاق الكريمة التي ينبغي أن نتحلى بها خلق دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته ورسالته، وكان متخلقا به وسائر الأنبياء كذلك، ألا وهو خلق العفاف والتعفف والعفة. ولقد قال أبو سفيان لهرقل لما سأله هرقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا له: بما يأمركم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، بما يأمركم؟ قال: يأمرنا بالصلاة والصدقة والصلة والعفاف. فكانت من الأمور التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته دعوته إلى العفاف عليه الصلاة والسلام، إلى العفاف بكل صوره. والعفاف ابتداء أو التعفف ابتداء الامتناع عن القبيح والتنزه عن القبيح من الأقوال من الأفعال ومن كل شيء قبيح، التعفف عن كل شيء قبيح، التعفف الامتناع عن كل قبيح. فبكل صوره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إليه ويرغب فيه ويضرب الأمثلة للمتعففين ويذكر أمته بالتعفف. فتعفف عن المال الحرام، وعفة للفروج كذلك، وعفة للأسماع،
وعفة للألسن، فثم ألسن عفيفة وألسن بذيئة، وعفة للبصر كذلك. فالتعفف بكل صوره كان يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويرغب فيه عليه الصلاة والسلام. تعفف عن المال الحرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب خير له من أن يسأل الناس، إن شاءوا أعطوه وإن شاءوا منعوه، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحذر من التبذل فقال: لا تزال المسائل بأحدهم حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، أي أن لحم وجهه يتساقط بسبب سؤاله وبسبب عدم تعففه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه، وقد قال حكيم: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال لي: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، ومن أخذه بعفة نفس بورك له فيه. قال حكيم: فما سألت أحدا عن شيء بعد هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرسل إليه في خلافته كي يعطيه العطاء المستحق له فيابى أن يأخذه، وكان إذا سقط منه شيء وهو على الفرس لم يطلب من أحد أن يناوله إياه بعد الدرس الذي تلقنه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالتعفف عن المال الحرام مطلب. ولا يخفى عليكم أن الثلاثة أصحاب الغار تعفف أحدهم عن أجرة الأجير المحرمة، فأخذ أجرة الأجير لما ذهب الأجير وترك أجرته، فثمرها له ونماها له حتى أصبحت وديانا من الغنم والإبل والبقر. فجاء الأجير وبعد زمن يطالبه: أعطني أجري. فقال: اذهب إلى هذا الوادي فخذه من بقر وغنم وإبل. قال: أتسخر مني؟ قال: لا والله، هذا حقك. فأخذه جميعا، أخذ جميعه ولم يترك منه شيئا، فكان ذلك سببا في تفريج كرباته. ولقد قال تعالى عن الفقراء المستحقين للصدقات، قال: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، إنما المسكين، أي حق المسكنة، الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه. ومن صور التعفف أيضا عن المال تعفف عن مال الأيتام، فلا تقربه، لا تقربه ولا تمتد يدك إليه. قال الله تعالى: من كان فقيرا ومن كان غنيا فليستعفف، أي القائمون على الأيتام إذا كانوا أغنياء عليهم أن يربوا الأيتام ويكرموهم من خالص أموالهم ويستعفوا عن أموال اليتامى. أما إن كان فقيرا فله أن يأخذ بقدر قيامه عليهم ومشاركتهم له في مطعمه ومشربه. قال تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فهنالك تعفف عن المال الحرام، لا تأخذ ما ليس لك بحال من الأحوال،
لا تأكل مال أجير، لا تأكل مال يتيم ظلما، لا تأكل ميراث أختك، لا تأكل ميراث أخيك، لا تأكل مالا محرما من أي نوع من أنواع التحريم وبأي نوع من أنواع التحريم. فكن عفيفا في طعمتك، كن عفيفا عما في أيدي الناس، تنزه عما في أيدي الناس. وفي حديث ضعيف الإسناد لكن لمعناه شواهد، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وإن كان ضعيفا من ناحية الإسناد إلا أن المبنى يصح، ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. فهذه صورة من صور التعفف، التعفف عن المال الحرام، التعفف عن المال المشبوه، التعفف عن المال الوارد من غش، التعفف عما في أيدي الناس، عدم التطلع إلى ما في أيدي الناس. وهناك أيضا عفة الفروج، عفة الفروج لها شأن عظيم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. يعني من يضمن لي فرجه ولسانه، ما بين لحييه أي لسانه وما بين رجليه أي فرجه، أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وقد بين الله سبحانه صفات المفلحين المؤمنين فقال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ولقد ضرب الصديق يوسف عليه السلام مثالا حسنا، وكان أسوة يقتدى به في عفته وتعففه عن الحرام. قال الله تعالى: وراودته التي هي في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وضربت مريم عليها السلام كمثال للعفيفات المتعففات في وقت تفشت فيه الفاحشة وتفشى فيه البغاء في الإسرائيليات. فقال الله تبارك وتعالى: ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وقال الله سبحانه: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. أي جعلت هي وابنها آية ومعجزة للخلق كلهم. ومن أسباب ذلك إحصانها لفرجها وإعانة الله لها على ذلك. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. فعفة الفرج مطلب، مطلب وله عظيم الأثر على سلامة القلب بإذن الله تعالى. فكونوا أعفة لفروجكم، أعفة عما في أيدي الناس. إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا أيضا من الثلاثة الذين انطبقت على فم غاريم صخرة
وكان أحب ابنة عمه حبا عظيما حبا شديدا كأشد ما يحب الرجال النساء. فسالته 100 دينار فأبى إلا أن تمكنه من نفسها، فللحاجة مكنته من نفسها، ولكن قبيل الفاحشة نظرت إليه قائلة: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فتورّى عن ذلك، تورّى عن ذلك، فكان ذلك من أسباب نجاته لما انطبقت على فم الغار صخرة. فالعفاف من فوائده فضلا عن سلامة القلب، وفضلا عما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المتعففين: أهل الجنة 3: عفيف متعفف ذو عيال، عفيف متعفف ذو عيال. فضلا عن ذلك، فإن التعفف سبب من تفريج الكربات في الدنيا. فإذا وقعت في مأزق في دنياك وذكرت عفتك التي تعففتها يوما من دهرك عن الحرام وتوسلت إلى الله بهذا النوع من أنواع الصلاح ومن أنواع الأعمال الصالحة، كانت سببا في تفريج همك وإخراجك من الكربات بإذن الله تعالى. إن عفة الفرج شأنها عظيم، فاعلها ممتثل قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآيات. فعفيف الفرج له شأن عظيم وله منزلة عليا، وقلبه يبيض وقلبه يصفو وقلبه يلين بسبب تعففه عن الحرام، عياذا بالله من الحرام. إن عثمان رضي الله عنه لما حوصر ممن أطلقوا على أنفسهم الثوار حاصروه في بيته، فنظر من سطح الدار قائلا لهم: بما تقتلونني؟ إن النبي قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام. وفي رواية ذكرها بعض أهل العلم قال: والله ما مسست فرجي بيميني في جاهلية ولا في إسلام، ولا قتلت نفسا حتى أقتل بها، ولا ارتددت عن ديني طرفة عين ولا فكرت في ذلك، فلما تقتلونني؟ فكان الناس يمتدحون ويمدحون عفيف الأخلاق عفيف الفرج، وإن كانوا في جاهليتهم يستبيحون المحرمات، لكن في ذوات أنفسهم يوقرون الأعفة. ولقد أثنى ابن عباس رضي الله عنهما على عبد الله بن الزبير قائلا، وقد سئل عن ابن الزبير: عفيف متعفف قارئ للقرآن، عفيف متعفف قارئ للقرآن. فلها من فضيلة يمن الله بها على الأشخاص الأعفة الذين عفوا فروجهم وعفوا أبصارهم كذلك عن النظر إلى الحرام. لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فقال: اصرف بصرك. وقال عليه الصلاة والسلام: العين تزني وزناها النظر، اليد تزني وزناها البطش، الرجل تزني وزناها الخطو، الأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، اللسان يزني وزناه الكلام، والنفس تهوى وتتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. إن هناك تعفف وعفة للأبصار، فلا ينظر العفيف إلى ما حرم الله تعالى عليه، وعفة للألسن، فثم أشخاص
ألسنتهم عفيفة لا يخوضون مع الخائضين ولا يبتذلون في الكلام ولا يخوضون في القيل والقال ولا يتكلمون بقبيح الكلام. ألسنتهم عفيفة، أسماعهم عفيفة، آذانهم عفيفة، لا يستمعون إلى فحش القول، بل إذا مروا باللغو مروا كراما. أيها الإخوة، إن العفة تدل على مراقبة العبد لربه وأنه يعلم أن الله يراه، فمن ثم يتعفف عن فعل الحرام، يتعفف لعلمه بأن الله يراقبه. وكذلك فهي تقوي ملكة المراقبة، فتلك من ثمراتها، فمن ثمرات التعفف دخولك الجنة. تعففت عن الحرام عموما وعن المال المحرم وعما في أيدي الناس، فقد سمعتم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن أهل الجنة: رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، ورجل ذو عيال عفيف متعفف، مع أنه من ذوي العيال إلا أنه عفيف متعفف. فمن ثمرات العفة، من ثمرات العفة دخول الجنة، فاحرصوا عليها والتمسوا أبوابها وسبلها. لذا كان من دعاء رسولكم محمد عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فمن أراد أن يكون عفيفا فليسأل الله أن يرزقه هذه الخصلة، يسأل الله أن يرزقه التعفف ويجنبه الطمع والجشع. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس، الغنى غنى النفس. فاسألوا الله أن يرزقكم العفاف، وكذلك تدربوا على التعفف، فالأخلاق الكريمة يتدرب عليها مع سؤال الله إياها. ومن ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث: إنه من يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله سبحانه وتعالى. من يستعفف يعفه الله سبحانه. فجاهدوا أنفسكم كي تكونوا أعفة، صبر، تصبرون على ما رزقكم الله تعالى إياه. تأملوا قوله تعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، ورزق ربك خير وأبقى. لقد أباح الله سبحانه للمرأة كبيرة السن التي يئست من المحيض، التي أصبحت من القواعد لا تشتهى ولا تطمع في نكاح ولا يطمع فيها رجال، أباح الله لها كشف الوجه، ولكن مع ذلك حثها على التعفف. قال تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن. ولذا رأى جرير بن حازم رحمه الله، وهو من أئمة التابعين، رأى حفصة بنت سيرين وهي كبيرة في السن، رآها تجلببت وتنقبت، فقال لها: يا أمه، أو يا أمه، هي ليست أمه لأبيه، ليست أمه التي ولدته، إنما لكبر سنها. يا أمه، ألم يقل الله: والقواعد من النساء
اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. يعني لا عليك إذا وضعت النقاب عن وجهك. قالت: يا بني يا بني أكمل الآية يا بني، لا تقف عند هذا القدر. قال: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. قالت: إذن يا بني قد اخترت ما هو خير، هو يا بني إثبات النقاب، فالتعفف مطلب أيها الإخوة ينال بسؤال الله إياه وبالتدرب عليه وبسلوك السبل الموصلة إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، المكاتب يريد الأداء، المجاهد في سبيل الله. فتزوج، فزواجك أدعى إلى العفة وأقرب إلى العفة، حتى وإن تزوجت ثيبا لقلة ذات يدك. فرسولنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم، سيد ولد آدم، تزوج ثيبا خديجة رضي الله عنها تكبره بخمسة عشر عاما على وجه التقريب، وذلك لعفة فرجه. والكليم موسى عليه الصلاة والسلام قبل أن يعمل أجيرا لمدة ثمان سنين من أجل عفة فرجه: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك الآيات. فقبل موسى الكليم هذا العرض أن يعمل أجيرا في بلاد غربة راعيا للغنم وللبقر لمدة ثمان سنين، كل ذلك من أجل عفة فرجه، بدلا من أن يتورط الشخص في شيء محرم يفسد عليه دنياه ويفسد عليه آخرته، فليبادر بالزواج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. العفة مطلب من المطالب السامية العالية تخلق بها المرسلون كلهم، عفة بكل صنوفها، عفة عما في أيدي الناس. كان نوح عليه السلام نجارا، قال رسول الله أيضا صلى الله عليه وسلم: كان زكريا نجارا، كان زكريا نجارا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا ورعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، رعيتها على قواريط لأهل مكة. وقال الله تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وهكذا تتوالى النصوص التي تثبت أن أنبياء الله كانت لهم أعمال يتعففون بالرزق الوارد منها عن ما في أيدي الناس. قال تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فهكذا كان الكليم موسى. فكونوا أعفة لفروجكم، كونوا أعفة لأبصاركم، لا تنظروا إلى المسلسلات القبيحة ولا إلى الأفلام ولا الغاديات الرائحات من المتبرجات الكاسيات العاريات، كونوا أعفة في أبصاركم، كونوا أعفة لفروجكم، كونوا أعفة في أسماعكم وأبصاركم. أيها الإخوة، هكذا ينبغي أن نكون أعفة، وندعو إلى العفة بكل صورها، وندعو إلى العفاف بكل صوره، تعفف عن المال الحرام بكل صوره، في وقت انتشر فيه الربا وانتشرت فيه البنوك الربوية، في
في وقت عم فيه الظلم وعمت فيه الرشوة كان من اللازم أن ندعو إلى التعفف عن المال الحرام، وكان من اللازم في وقت انتشر فيه التبرج وانتشر فيه العري أن ندعو إلى عفة الفروج وعفة الأبصار كذلك. هذا واجبنا، وبهذا أمرنا في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ولكن من المؤسف والمخزي أن يظهر في كل زمان أهل إجرام يجائرون بالمعاصي اختبارا وابتلاء لأهل الإيمان. هل يسكت أهل الإيمان عن هذه المنكرات أم يحاربونها ويقوضون خيامها وينهرون من يفعلها ويعظون كذلك بالحكمة والموعظة الحسنة؟ فيشاء الله سبحانه وتعالى أن يظهر في بعض الأزمنة قوم سوء ابتلاء لأهل الإيمان لينظر ماذا يصنع أهل الإيمان. من المؤسف والمخزي، ونعوذ بالله من غضبه وعقابه، من المؤسف والمخزي أن يظهر على أرض مصر المسلمة أن يظهر عليها شراذم من الأشرار يأتون من بلاد بعيدة يرفعون علم من يفعلون فعل قوم لوط مزكين هذا العمل عياذا بالله، يرفعون علم الشواذ ويزفون رجلا لرجل آخر إلى غير ذلك من الموبقات. وهذا بلا شك إن أخر فهو مؤذن بزوال البلاد ودمار العباد، فقد قال الله تعالى في شأن قوم لوط الذين استباحوا هذه الفاحشة وكانوا يأتون في نواديهم المنكر، قال تعالى فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، وقال تعالى والمؤتفكة أهوى والمؤتفكات بالخاطئة، قال الله في شأنهم وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات، ومدائن قوم لوط التي تفكت أي قلبت ظهرا لبطن، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إن إقرار ما يفعله قوم لوط أو التغني له في الإعلام ذاك مؤذن بزوال البلاد ودمار العباد، ففضلا عن النكد الذي تمر به البلاد وفضلا عن الابتلاءات وملامح الفقر التي بدت تظهر سيحل بالبلاد أليم عقاب الله إن أهلها أقروا هذا المنكر البشع الذي هو فعل قوم لوط. جاءت شراذم من بعض بلاد العالم يرفعون هذه الراية القذرة الدنسة، راية فعل قوم لوط، ونشروها وصورت، ولكن لا بد من الأخذ على يد كل من فعل ذلك وتقديمه للمحاكمة، يقام عليه حد الحرابة، إذ الله قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، فالمسؤولون عن هذه الدولة المسؤولون عن البلاد عليهم أن يقوموا بما أوجبه الله عليهم، إذ الله قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ولقد قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. هذا
وعلى إثر ما فعلوا هؤلاء الأرجاس الأنجاس الذين وفدوا إلى مصر لنصر الرذيلة فيهم، يتلقف عملهم شراذم من الإعلاميين يطرحون المسألة للمناقشة، يطرحون المسألة للمناقشة تهوينا لشأنها وتقليلا لخطرها، فبئس ما صنعوا وبئس ما يصنعون. فجدير بكم يا أهل الإسلام أن تتناهوا فيما بينكم عن المنكر، فمثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا السقيا مروا على من فوقهم فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. أيها الإخوة، لقد قال سفيان بن عيينة رحمه الله إن أشد آية على العلماء هي قوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، أي بئس الصنيع، صنيع الأحبار والرهبان، صنيع العلماء الذين يسكتون ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. ولقد قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فنشهدك يا رب على براءتنا من هذه الموبقات والقاذورات التي أتى بها المجرمون إلى بلاد مصر المسلمة، وإن شاء الله ستبقى مصر بلادا مسلمة بإذن الله تعالى، بإذن الله ستبقى مسلمة قائمة بأمر ربها، قائمة بسنة نبيها، مهما حاول المفسدون إفسادها، مهما حاول العلمانيون تحويل مسيرتها، مهما حاول الليبراليون تغيير هويتها، فمصر بلد مسلمة وأهلها ولله الحمد مسلمون بفضل الله. فجدير بنا أن نذب عن ديننا وأن نتناهى عن المنكرات حتى لا تدمر علينا دنيانا وتدمر علينا أخلاقنا. علينا أن نتأسى بنبي الله لوط عليه السلام، فكان وحيدا عليه السلام ومع ذلك تصدى لقريته الظالمة المفسدة في الأرض قائلا أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أتأتون في ناديكم المنكر. نهى بكل قوة آتاه الله إياها عن هذه القبائح، ولكن وفي النهاية كانت العاقبة للتقوى العاقبة لمن نهى عن المنكر. أيها الإخوة، إن الله لما ذكر العقوبة التي حلت بقوم لوط أتبعها بقوله وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد، فكل ظالم أمثال الحجارة التي أرسلت على قوم لوط، ربي قادر على أن يرسلها عليه، ألا استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أيها الإخوة، دائما العاقبة للتقوى،
دائما العاقبة للمتقين، الله ينجي الذين اتقوا. ودلت على هذا عشرات الآيات بل مئات الآيات. فقوم صالح لما أرادوا به شرا وقالوا لنبيتنه أهلا ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، سلمه الله ونجاه، سلمه الله وأهلكهم، سلمه الله وأهلكهم. وكذلك في مثل هذه الأيام كانت ثم مطاردات مثيرة بلغت الذروة في هذه الأيام، في مثل هذه الأيام كانت ثم مطاردة في غاية من الإزعاج والإثارة لموسى ومن معه، لمن مع موسى عليه السلام. أما موسى فكان موقنا عليه صلوات الله وسلامه. وبعد أن هزم الله فرعون وآمن سحرته جمع فرعون الجموع لملاحقة موسى صلى الله عليه وسلم، وأوحى الله إلى موسى عليه السلام أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فخرج موسى مع بني إسرائيل من مصر، خرجوا كلهم أعني بني إسرائيل يتبعون موسى صلى الله عليه وسلم. وحشد فرعون الحشود وجمع الجموع وأرسل في محافظات مصر وقراها ومدنها، أرسل في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. فجمع جموعه وحمل سلاحه وامتطى جياده، امتطى الفرسان وبدأت المطاردة، يطارد فرعون موسى ومن معه. فبلغ الأمر الذروة وموسى ومن معه يمعنون في الفرار. فتراءى الجمعان في مثل هذه الأيام، فقال أصحاب موسى لموسى والبحر أمامهم والعدو وراءهم إنا لمدركون. والآخر يهدد لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، لأفعلن ولأفعلن. فهو وجموع يلاحقون موسى ومن معه. قال أصحاب موسى في مثل هذه الأيام إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. فوصل الأمر إلى الذروة من الخوف، تسرب الخوف إلى بني إسرائيل أشد الخوف. إلا أن موسى عليه السلام موقن بالله ونصره، كلا إن معي ربي سيهدين. وهكذا فالله مع المتقين. فكان من أمر الله ما كان، أوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. مر موسى على اليابس ومن معه، ونظر فرعون فإذا البحر قد انشق، فكان بإمكانه إن كانت له قدرة، ولكن الله يدبر الأمر أن يتوقف. ما الذي حدث؟ بحر انشق، كاد أن يتردد، ولكن كما قال تعالى وأزلفنا ثم الآخرين، أي قربنا إلى هذا اليبس فرعون ومن معه. فكان من أمر الله ما كان، سلم الله موسى في عاشوراء وأغرق فرعون ومن معه في عاشوراء. أقوام وقفوا يتشككون، فرعون غرق، غرق فرعون، لم يكادوا يصدقوا أن فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى ويقول ما علمت لكم من إله غيري، لم يكادوا يصدقوا أنه مات. ولكن ربنا قال
وكذلك ننجيك ببدنك، وكذلك ننجيك ببدنك، ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فقذفه البحر إلى الشاطئ حتى يراه القوم كلهم، حتى يراه القوم كلهم وقد انتفخ يرونه غريقا. ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. في مثل هذا اليوم، يوم عاشوراء الذي هو غدا أو بعد غد إن شاء الله، أنجى الله موسى وأغرق فرعون ومن معه، فجدير بنا أن نصوم هذا اليوم. وكان صيامه فرضا في أول الأمر قبل فرض رمضان، ثم لما فرض رمضان نسخت الفرضية وأصبح من شاء صامه وهو مأجور، ومن شاء لم يصمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، فصوموا يوم العاشر من شهر الله المحرم. وإن حصل اختلاف بين دولتين في تحيين الهلال والعاشوراء غدا أو بعد غد، فبأي الرأيين أخذت فلا جناح عليك، لأن كلاهما على ما يذكر بنى على رؤية الهلال. وإن صمت التاسع والعاشر فهو خير لك، إن صمت غدا وبعد غد فهو خير لك. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان سأل عن سبب صوم عاشوراء، صوم اليهود عاشوراء، فقالوا: ذاك يوم أنجى الله فيه موسى وأغرق فرعون، قال: نحن أحق بموسى منهم. وفي أواخر حياته قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فمات الرسول ولم يصم التاسع. فابن عباس كان يقول إن عاشوراء هو يوم التاسع، لكن الجمهور قالوا إن عاشوراء هو يوم العاشر. فإن صمت التاسع والعاشر فهو حسن إن شاء الله. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، ولا يخفى عليكم أجر الصائمين. فربنا قال: والصائمين والصائمات، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولا يخفى عليكم قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وتفسير فريق من العلماء للصابرين إنما يوفى الصابرون، قال: فريق هم الصائمون. ولا شك، وإن لم تكن الآية خاصة بهم، إنما هم داخلون فيها على أقل تقدير، فالصائمون صابرون. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيننا وإياكم على صيام يوم التاسع والعاشر من شهر الله المحرم، وأن يعيننا وإياكم على عموم الطاعات. فصوموا هذه الأيام المباركة واغتنموا خيرها واعملوا الصالحات فيها، فربكم يقول عن أهل الصلاح: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح قلوبنا وحسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح نوايانا وأعمالنا يا رب العالمين. اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد
صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادهم بسوء فعليك به، فإنه لا يعجزك يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. صلوا على البشير النذير وسلموا تسليما، وأخم الصلاة.